في ايمان تعبانه بعد ليه مش قادره من رجلي. ممكن بس تاخدوني بس لحد البيت؟ لا لا الف سلامه. بقول لك ايه؟ انت خليكي هنا مش قادره وانا اخدها اوصلها وارجع لك. انا ايه؟ اه بتقول تعبانه ما ينفعش. انت شايفه المكان صحرا زي ما ينفعش نسيبها. ايوه وبعدين يعني اعمل ايه دلوقتي؟ يعني انت تستنى هنا وانا اخدها على المكنه؟ انا استنى هنا وتاخدها على المكنه؟ اه ايه المشكله يا بنت؟ احنا بنساعد الناس يعني ما فيش. اه لا بقول لك ايه بقى؟ يا انا يا هي مش قادره. ايه يا اميره انت اتجننتي؟ انت اللي بتقولي ده؟ هو ايه اللي بقوله يا احمد؟ ما تسيبها بتلقحها هنا واي حد يا سيدي يبقى يحن عليها ولا يعطف عليها. انا مالي يا بنت هتتلقح في صحراء؟ انت مش شايفه المنطقه اللي احنا فيها رايقه ازاي؟ يا بنت هو انت يعني هتشيلها على كتفك؟ انا بقول لك هاخدها واوصلها على طول. مش قادره. ما انا قلت لك لا يا انا يا هي بس كده. معلش انا لو عامله لكم بس اي مشكله. اهدي بس. لا طب انت ممكن تقومي تركبي معايا. قوم قوم اهدي بس يا امير. تركب معاك؟ هتعرفي تركبي الموتوسيكل؟ مش قادره. ممكن بس حد يسندني؟ طب بس اهو مش هتركب. سندها بقى وهاتيها. اي مساعده لله اعملي حاجه لله. سندها وهاتيها. يلا 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 تعالى سندها. اه بالراحه يا بنتي بالراحه. الف سلامه. بعد اذنك معلش. يلا يلا بالراحه على ما وانا هسبق على البيت. يلا شكرا. سندها بالراحه يا اميره ده شكلها تعبانه. بالراحه خالص اهو. الله يكرمك. الف سلامه. بالراحة يا أميرة عليها. تعالي تعالي اتفضلي. تعالي تعالي معلش على معنى. تعالي ارتاحي. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. ربنا يخليك حبيبتي. تعالي تعالي اقعدي اتفضلي. تعالي هنا تعالي هنا قعدي هنا يا أميرة عشان تبقى براحتك. اقعدي يا حبيبتي بالراحة. بعدها بالراحة. هو اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ بقول لك ايه؟ ادخلي ادخلي اعملي حاجة باردة كده تشربها عشان الجو حر. هي مش محتاجة. طب شوية مية حتى. مية أنا عطشانة والدنيا حر. مية عطشانة والدنيا حر. حاضر حبيبتي. ألف سلام عليك. الله يسلمك. شكرا. يا روعة انت طلعت ممثلة. اتفضلي المية حبيبتي. اقعدي معها كده يا أميرة وأنا هدخل أنا جوه. طيب ماشي يا أحمد. يا بنت اللذينة يا روعة انت طلعتي ممثلة. ايه أبهرتينا نفسي يا شيخة بقى. بس أنا خايفة بصراحة. بقول لك إيه؟ كده خلاص كده اتحلت. كده هتعيشي معانا ويا ستي برضا بوسي. يا بنتي حرام عليك هيحصل لك مشاكل وأنا هتسبب لك في مشاكل يا أميرة. ولا أي مشاكل بقى. ريحي نفسك. طب افرضي إن هو اتكلم في حاجة يا بنتي. مش هيتكلم في حاجة. سيبيها بس كده على الله وتمثيلك الحلو ده كله هيمشي تمام. أنا مش عارفة أقول لك. يا ربنا يخليكي. عيب عليكي ده أنت صاحبة عمري وأكتر من أختي. حبيبتي يا أميرة. حبيبتي. إيه ده؟ معقولة الكلام ما فيهاش حاجة أقدمها لها؟ امال انت يعني معرفتناش بحضرتك. اسمك ايه؟ انا اسمي روعة. روعة؟ اسم على مسمى. ربنا يخليك. بقول لك ايه يا اميرة؟ نعم. انا هخرج كده اكيد من التعب. عايزة تاكل حاجة تشرب حاجة؟ هروح اجيب لها اي حاجة من لا لا لا. تاكل ايه وتشرب ايه؟ يا دوب اكيد مستعجلة. يا دوب بقى تروح رقبتهم. ولا ايه يا انسة روعة؟ طب استني بس خليكي وانا اروح اجيب عربيه. ايه اوصلها بقى عشان هي بتقول ما اركبش ولا اي حاجه. تبقى توقف اي تاكسي. يلا يلا. انا اسفه بس انا اهلي مش موجودين هنا. انا اخويا بره مصر وانا من ساعه ما جيت هنا وانا قاعده في الشارع مش عارفه انا هروح في حته. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بقول لك ايه؟ صعبت عليا جدا. انا عارف جميلك بنت حلال ولو سبتك طبعا في الشارع ولاد الحرام كتير يا اميره. ان من رايي انت تقعدي معانا هنا وما تقلقيش. المدام موجوده اهي وانت هتبقى زي اخت وربنا يعلم. وليك اوضه لوحدك. تقعد فين؟ بس طب يا اميره بس انا خايفه والله ان انا اعمل لكم اي مشاكل سوا. لا لا مشاكل ايه؟ بقول لك انت زي اخت وبعدين ما ينفعش نسيبك في الشارع لوحدك. ممكن حد يعمل فيك حاجه. حد يخطفك يزعلك. بالظبط. ربنا يخليك. انا بجد مش عارفه ان انا اقول لك ايه. انا في الشارع ما كنتش عارفه ان انا اقعد بصراحه خالص. انت زي اختي ما تقوليش كده. المهم انا هوصل بقى لحد بره كده اجيب اي حاجه تاكلها وتشربها. طب بقول لك ايه تعالى عايزاك. نعم. بقول لك ايه؟ انت عارف طبعا الشوكولاته طبعا اللي بحبها. عايزك تجيب لي كل الانواع اللي انا بحبها. يا بنت هو ده وقته؟ امير روح روح. ده انت مش عارف دماغك فاضيه. اوعى كده اوعى اوعى كده. بقول لك ايه؟ ايوه. هو انت في حاجه كده معينه تحب تاكليها؟ مشروب معين؟ حاجه كده بتحبيها؟ بس اعزف لكم؟ امير عيب عيب. بقى انا عمال اقول لك هات لي الشوكولاته اللي بحبها تيجي تقول لها تشربي ايه وتاكلي ايه. ما هو مش وقت شوكولاتات بصراحه دي فلازم نعمل محل واجب.
اهدي بقى اوعي ما تعمليش كده. طب ماشي. انا ممكن امشي لو انا عامله لكم مشاكل. لا تمشي ايه مشاكل؟ لا ده اصل هي اميره ده طيبه جدا وهتحبيها. اه باين والله على وشها السن. طيب هتحبي تاكلي ايه ولا تشربي ايه؟ ممكن على حاجه بس على ذوقك كده يعني. عينيا عينيا بس كده عينيا. هروح انا بقى عشان الحق. يا حنين بقول لك يا روعه انت صاحبتي او زي اختي. بس يا ماما بلاش طلبات كده كتير. انا صدقت وقلت لك يا حط قلبي هتقعدي معانا وتاكلي وتشربي وانت اختي. يا اميره بس تاكلي وتشربي من اللي موجود زي زيك. الراجل مرتبه مش كتير. يا اميره انا ما قلتلوش حاجه والله. ما قدامي حاجه على ذوقك. طيب ما انا ما قلتلوش عشان برضه ما كلفوش. هو الاكل اللي هاكل منه هتاكلي منه مش هنقعد احنا نتامر ونتشمر. حاضر يا حبيبتي. حبيبتي يا اميره والله ما عارفه ان انا اقول لك ايه. يكفي بس ان انت مستحملاني الكام يوم دول بس في بيتك. على الله بقى دي احمد الحاجات تعجبها وذوقك يطلع حلو ويعجبها هو كمان. اسم الله اسم الله بقى كل القبه اللي انت عايشالي فيها دي ومستنيه ان هو يبقى معاك انت بس. هو برضو شكله كويس. ماشي بقول لك ايه خدي. ايه حبيبتي يلا بقى قومي يلا شوفي هتعملي ايه. دي مفيش العدد مش ببلاش يا ماما اعملي بقى. اكيد يا حبيبتي اكيد. حاضر يلا يا حبيبتي. ماشي الله ينور. الله يخليك يا اميره. ربنا يخليك يا حبيبتي. هاتي اقعدي. ايوه ايه حبيبي خش. معلش بقى عشان شايله الحاجات معرفتش افتح الحاجات دي. خدي خدي امسكي كده بقى. ايه جهزي لنا لقمه ناكلها وحطيني في التلاجة عشان يبقى نحلل. خلاص يا اخويا المرتب كله تحت. طيب يلا بقى روح. عيب اه يلا ماشي. انت عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله. مالك مالك في ايه؟ اصلي مش عارفه ان انا بس اربط الرباط بتاع الكوتش مش قادره. طب بس عنك انت ما تتعبيش نفسك انت عشان انت شكلك تعبانه. انت ما تتعبش نفسك. بس اوعي بس عنك. طبعا خلصت مرتبك عشان كنت بتظهر قوي قدام الهانم. ماشي يا عم. الله انت بتعمل ايه؟ ما فيش. اصل انت عارفه ان هي تعبانه ومش عارفه توطي تربط رباط الكوتش يا اميره. رباط الكوتش. اه طب خش انت بقى يا بابا شوف الحاجه اللي قلت لي احطها في اطباق وانا اعمل لها رباط الكوتش. رباط الكوتش. مش قصدي والله يا حبيبتي. عارفه يعني ماله رباط الكوتش؟ ماله رباط الكوتش؟ على رباط الكوتش. بالراحه. الف سلامه. بالراحه. بقول لك ايه يا بت انت بدل ما اخلعلك رجلك في ايدي. خلاص خلاص انا قالك تقعدي هنا بادبك واحترامك. هتيجي بقى شغل المرقعه ده مش هياكل معايا اقسم بالله. طيب يا اميره خلاص رباط الكوتش ده اعوذ بالله عليك يا شيخ. اقعد لي كده وانت قاعده. حاضر. احمد هيجي منه. ماشي. بقول لك يا احمد نظام المرقعه للقبره اللي بره دي بتعمله ما ياكلش معايا. يا بنت مالك في ايه دي؟ زي ما قلت لك كده هي القبلة عايزه حاجه الكوتش بيوجعها الرباط تعبها تكلمني انا بنت زي زيها. ماشي خلاص انت بقى بطي صوتك عشان تسمع حاجه وتسمع. ما تسمع ولا تتكلم في 60000 دهيه. هو بقول لك ايه اعملي اعملي الاكل يلا. ما تشوف يا اخي انا شكلي كده اللي جبته لنفسي. استاذ احمد معلش كنت عاوزك. خير محتاجه حاجه؟ اه في موضوع كده كنت عاوزه اتكلم معاك فيه. اتفضلي طبعا. انت عارف اكيد كلام الناس كتير وانا بنت ولوحدي هنا واهلي بره مصر. لوحدك ايه ما هي اميره معانا. اكيد بس انا بصراحه ارتحت لك جدا. لو تكتب عليا بس ونتجوز حتى لو من غير ما هي تعرف انا موافقه. يا بنت اللذينه. انا طبعا موافق بس برضو زي ما انت قلت يا ريت اميره ما تعرفش حاجه نهائي عشان انا برضو بحبها وحاجه زي كده كده هتزعلها وانا مش عايز ازعلها. اكيد انا فاهمك بس يا ريت الموضوع يكون النهارده قبل بكره. اكيد طبعا. طبعا النهارده قبل بكره. النهارده قبل بكره لازم تمشي دلوقتي حالا تطلعي بره. ايوه تمشي تروح فين ما ينفعش. عيب بتقول لها تكتب عليها وتتجوزها. اميره انت اكيد فهمتي غلط. انت صدقتي نفسك ولا ايه؟ بقول لك ايه ده فيلم اصلا كنا عاملينه عليك عشان القبله تقعد معانا كام يوم وخلاص عشان ملهاش حد. انها تنسى انها كمان عايز تكتب عليها وتتجوزها. يعني انا ما انكرش. يعني انتوا تعرفوا بعض؟
يا حبيبي، امال انت فاكر ايه؟ احمد وانت اصلا كنتي طمعانه فيه يا بنتي. بقى جايه تخربي بيتي وانا اللي بقول عليكي صاحبتي وقرب لي منك. انت اللي بتغفليني احمد وبتتفقوا عليا انتوا الاثنين. احمد افهمني بس، انا فعلا كنت جايه على ده تاني اصلا. انا كنت فعلا جايه على ده، بس انا ما كنتش اعرف ان انت كويس للدرجه دي، وكنت عشان كده عايزاك يا حبيبتي. كويس وعشان كده عايزاك، جايه تخربي بيتي. اطلعي بره يا بنت. مش هي لوحدها اللي هتطلع بره؟ نعم. انت كمان معاها؟ انت مش غفلتيني واتفقت على صاحبتك معايا انها تيجي تقعد في بيتي؟ بره. يلا انتوا الاثنين يلا يلا بره. منك لله خلاص، انت تحسي كده منك لله. شكرا على ابو صحبيتك.